بأجمل تحية أحيي مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استوديو الرياضة. تتابعون في هذه الحلقة: الزوراء يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم والشرطة ثانيا. ملعب كربلاء الدولي يحتضن مباريات الزوراء والقوة الجوية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. والمنتخب الوطني لكرة الطائرة من وضع الجلوس يبدأ معسكرا تدريبيا في الناصرية تحضيرا لكأس العالم. أهلا بكم. فاز فريق الزوراء على ضيفه المنام البحريني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب كربلاء الدولي، وهي مباراة مؤجلة من الدور الثالث للمجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. سجل للزوراء مصطفى جودة وإبراهيم بايش، وجاء هدف المنام الوحيد عن طريق اللاعب البحريني علي هرم. وبهذا الفوز يقف الزوراء في المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، متساويا مع المتصدر العهد اللبناني في المجموعة الثانية بالطبع لكأس الاتحاد الآسيوي. وسيلعب فريق القوة الجوية اليوم مع فريق المالكية في إطار البطولة ذاتها. ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز لكرة القدم، استعاد نفط الوسط نغمة الفوز مجددا بفوز ثمين حققه على البحري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت في النجف. من جهته فاز النفط على ضيفه السماوة بهدفين دون مقابل، أما المتصدر الزوراء فقد تعادل مع ضيفه الكهرباء بهدف لهدف. تقرير عدنان لفتة. منافسات الجولة 22 وضعت المتصدر الزوراء في ضيافة الكهرباء بملعب التاجي أطراف العاصمة بغداد بطموحات مشتركة للفوز بنقاط المباراة. لاعب الزوراء إبراهيم بايش نجح في تسجيل الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة من اللقاء إثر كرة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء. اللاعبون عانوا كثيرا من أرضية الملعب الطينية المتأثرة بالأمطار الغزيرة التي هطلت الخميس، وقد أسعدت لاعبي الكهرباء وهي تهديهم هدف التعادل بإمضاء المحترف أبو كوني قبل نهاية النصف الأول. الزوراء وصيت اللاعبين أنه احنا نجي على 3 نقاط، أنت تعرف احنا فريقنا بالمرتبة الخامسة محتاجين للفوز حتى نحافظ ونديم الموقع مالتنا بالدوري. بصراحه فريق الزوراء فريق كبير، فاني عملت اكثر شيء على الناحيه النفسيه، طلعت الفريق يعني بشكل ممتاز، ايضا عملنا على نقاط القوه والضعف بالزوراء. محاولات فريق الزوراء لم تتوقف للوصول الى هدف الفوز، عرقله فريق الكهرباء بتنظيم دفاعي محكم، حافظوا فيه على شباكهم بعيدة عن رغبات الزورائيين الذين غاب عنهم الانتصار للجولة الثانية على التوالي. اللاعبين يعني عليهم عبء وضغط جدا نفسي كبير بين من الأداء، يعني تشوف يمكن يعني 5 مناولات أو 6 يمكن الفريق ما أدى، كله لعب طويل، أكيد أرضية الملعب أثرت ولكن تأثر على الفريق مو بس على فريق الزوراء. يعني اتمنى ان يكون جميع اللاعبين بالمسؤوليه العاليه اللي امامنا الان، يعني مهمه جدا صعبه، محافظه على الصداره صعبه. نقطه ثمينه من امام الزوراء، تعرف المتصدر يعني كل الفرق انه عينهم على الزوراء، لاعبين منتخب، كادر تدريبي جيد، اداره جيده، الحمد لله واشكر ان احنا نعتبر هاي 3 نقاط بالنسبه لنا كلاعبين، وان شاء الله نقول الف مبروك للاعبين وعاش ايديهم ما قصروا. نزيف النقاط يتواصل لدى الزوراء الذي ضاع بين خطوط الكهرباء بالتعادل بهدف واحد، فاقدا نقطتين ثمينتين في رحلة الحفاظ على قمة الدوري. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. من جهته رفع فريق الشرطة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني للائحة دوري كرة القدم، مقلصا الفارق مع المتصدر الزوراء إلى 5 نقاط بعد فوزه على فريق الديوانية بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم في ملعب الشعب الدولي، وبقي فيه الديوانية في المركز 16 بنقاطه 20. تقرير عدنان أتا.
تقليص الفارق مع المتصدر الزوراء إلى 5 نقاط وعدم فقدان المركز الثاني غايتان رئيستان لفريق الشرطة في مباراته مع الديوانية بملعب الشعب في أول مواجهة له تحت قيادة المدرب الجديد ثائر جسام. الشرطة شن هجمات متعددة في صفحات الشوط الأول مصطدما بجدار دفاعي فولاذي للاعبي الديوانية الذين نجحوا في إخراج هذا الشوط بأفضل نتيجة لهم ودون أن تهتز شباكهم بأية كرة. القادم راح يكون أفضل لنادي الشرطة. طوينا الصفحة القديمة إن شاء الله، بدينا صفحة جديدة مع اللاعبين. اللاعبين الآن وضعيتهم نفسيتهم أفضل بكثير مما كان عليها سابقا، فنتمنى إن شاء الله التوفيق بالمستقبل بإذن الله. الفرج لاح لفريق الشرطة بعد ساعة من وقت المباراة بتسجيل المهاجم الدولي علاء عبد الزهرة الهدف الأول واضعا بسمة عريضة على شفاه المشجعين. الديوانية حاول القيام ببعض المحاولات لتعديل النتيجة لكنه لم يفلح في مساعيه. احنا راضين كل الرضا على الفريق، فروقات كبيره بين لاعبين المنتخب الوطني ولاعبين نادي الديوانيه، ظلمنا الحكم بحالتين، يعني انا ما اريد اتكلم عن الحكم وقرارات الحكم، بس تعرف بهكذا مباراه لاعبين نجوم منتخب وكل شيء متوفر لهم، انه يتصرف هذا الحكم بهذه التصرفات انه يكون مهزوز وهي مباراه بسيطه. عمار عبد الحسين حسم النتيجه لصالح الشرطه بالهدف الثاني قبل 5 دقائق من النهايه، رافعا رصيد فريقه إلى 46 نقطة، بينما بقي الديوانية في المركز 16 برصيد 20 نقطة. حصلنا الأهم بالمباراة هو 3 نقاط، فريق الديوانية كان فريق عنيد، فريق قدم مباراة جيدة، علينا ننسى المباراة ونفكر المباراة القادمة، تعرف احنا عندنا فارق بيننا وبين المصدر الزوراء، علينا نفكر كل مباراة هي مباراة نهائية. نتيجة المباراة طبيعية أكثر من طبيعية، لكن أنا فرحان وعلى المستوى العالي والروح القتالية اللي ظهر بها فريقي. اليوم اطمأنيت على الفريق ونطمح أنه نقدم، كنت أطمح أنه نقدم كرة قدم، ما جايين نخسر من ملعب شعب وهذا اللي صار، الحمد لله وشكرا. عدنان لفتة الحرة بغداد. وفي مباراة أخرى شهدت تسجيل 6 أهداف في ملعب الشعب الدولي، حقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على ضيفه فريق النجف ب4 أهداف مقابل 2. تفاصيل هذه المباراة في تقرير كريم درويش. منافسة كروية حامية ضمن دوري الكرة الممتاز احتضنها ملعب الشعب الدولي، جمعت ثالث الترتيب فريق القوة الجوية وضيفه فريق النجف. بداية اللقاء بدأت بهجمات جوية بحثا عن الهدف المبكر، إلا أنها لم تستمر طويلا بعد استعادة لاعبي النجف زمام الأمور مشكلين إرباكا للدفاعات الجوية، لكنها لم تأتي بالمراد لجماهير النجف الحاضرة بعد أن مني فريقهم بهدف أزرق جاء قبيل ختام الشوط بأقدام كرواتية للمحترف كوفيتش. والله الشوط الأول متوسط، يعني الشوط الاول بين الفريقين وهم هجماتهم كانت يعني صعبه، بس قدرنا الشوط الثاني ندارك الامور بجهود الكادر التدريبي والتغييرات، ان شاء الله القادم احسن، نفكر السبيل الاسيوي نترك الدوري. النجف شوي دا يمر بظروف صعبه، اللاعبين دا يصرون ويلعبون رغم المعاناه، لكن تعرف شفت الاخطاء اللي صارت هي اللي كلفتنا المباراه، نتمنى لهم التوفيق بالاسيويه حتى يرفعون اسم العراق وكره القدم. الشوط الثاني من هذا اللقاء اختلف كثيرا عن الاول بعد ان شهد تسجيل اهداف عديده. أولى هذه الأهداف هزت شباك الضيوف عن طريق حمادي أحمد. دقائق قليلة ويقلص فرحان شكور الفارقة بهدف جميل. الجويون وبعد هذه النتيجة رموا بكل ثقلهم نحو مرمى النجف ليحصلوا على ركلة جزاء سجل منها أمجد راضي الهدف الثالث لفريقه. فريق النجف عاود مرة أخرى محرزا الهدف الثاني عن طريق أمجد عطوان، هذا وقبيل ختام المباراة بدقيقة عاود أمجد راضي مسجلا 4 الأهداف بطريقة بديعة لتنتهي المباراة ب4 أهداف للصقور مقابل 2 لغزلان البادية. الحمد لله والشكر، 3 نقاط جدا جدا مهمة اليوم، قربتنا على المنافسة على الدوري،
نفس ما تفضلت النجف فريق عنيد فريق صعب، قدر يسجل هدفين، قدر يخطر مباراة جدا صعبة. الأهم بالفريق اليوم قدرنا أن نشترك تقريبا 6 لاعبين 5 لاعبين ممكن هم متعدين صاروا فترة عن الفريق، أعتقد أن الانسجام صار بين اللاعبين شيء إيجابي بالنسبة لنا. أنا دائما أقول أؤمن بس مو لهذه الدرجة، مو لهذه الدرجة الفاضحة قدام الحكام. يعني ظلمتوا اليوم، انظلمنا ظلم كبير جدا من قبل الأخ الكابتن علي صباح، ظلمنا ظلم والأخطاء الفردية. لاعب من يحس بغبن يعني حالته النفسية تنهار. كريم درويش، الحرة، بغداد. فريق الطلبة أعزائي المشاهدين تعرض للخسارة العاشرة في هذا الموسم، وكانت هذه المرة بهدفين مقابل 4 أهداف أمام فريق الصناعات الكهربائية الذي واصل تقدمه إلى المركز 14 برصيد 22 نقطة، بينما بقي الطلبة في المركز 11 ب 26 نقطة وسط العديد من علامات الاستفهام. تقرير عدنان لفت. تظاهرة احتجاج لعدد من مشجعي الطلبة اعتراضا على سوء نتائج الفريق المتواجد في المركز 11 سبقت مباراتهم مع فريق الصناعات الكهربائية مطالبين إيجاد حلول تنقذ ناديهم المبتعد عن المتصدر بفارق 25 نقطة وعن المركز الأخير ب12 نقطة. تغيرت أكثر من وزارة ولكن الإدارة نفسها أي منجز ماكو. مطلب جماهير نادي الطلبة نقطة واحدة وهي إقالة هذه الهيئة. الإدارة صار 14 سنة على نفس الحال، بشرفك العالم جت ورا أخذ الدوري وصار براس خير وإحنا راجعين لي ورا. لاعبو الطلبة أرادوا تهدئة الموقف فسجلوا مبكرا بكرة هائلة لمحمد رضا جليل. رد الصناعات الكهربائية جاء بإبداع أكبر من تسديدة بعيدة المدى للمنافس على لقب هداف الدوري منار طه. الأداء داخل الملعب هو الفيصل، الأسماء ما موجودة بالدوري العراقي لكن الأداء داخل الملعب هو اللي يقدم لك المستوى وأنا هذا اللي أشتغل عليه. الشوط الثاني استهل بهدف للصناعات الكهربائية بتوقيع حسن جمعة، بيد أن الطلبة أدرك التعادل من ركلة جزاء لعلي صلاح. الدقائق الأخيرة أهدت الفوز لفريق الصناعات بتوقيع الهداف منار طه وهو يحرز هدفين جميلين زاد من معاناة وأزمات فريق الطلبة في المرحلة الحالية. أحمل مسؤولية الكوادر التدريبية اللي مرت على نادي الطلبة وأحمل اللاعبين أيضا يعني بالإضافة إلى الإدارة والأمور المادية، بس إحنا كلاعبين نتحمل مسؤولية كبيرة. الحمد لله والشكر قدرنا نطبق الواجبات اللي طلبها من عندنا المدرب اللي هي إن إحنا يعني نازلين هالمباراة على النقاط الثلاثة والحمد لله قدرنا نتوفق أنا وأخوتي اللاعبين. الحمد لله قدرت أسجل 3 أهداف. الطلبة يتلقى عاشر الخسارات بصدمة عنيفة من فريق الصناعات الذي تفوق برباعية في مباراة سبقتها الاحتجاجات اعتراضا على نتائج الطلبة الذي يرقد في المركز 11. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. مشوارنا مستمر معكم في استوديو الرياضة، فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. بدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة من وضع الجلوس والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في هولندا خلال شهر تموز المقبل. بدأ معسكرا تدريبيا في الناصرية في ظل حاجة ماسة للدعم المطلوب من الجهات المعنية لتأمين مثل تلك المشاركة المهمة. تقرير أحمد السعيد. بواقع وحدتين تدريبيتين يوميا يقضي منتخب العراق للكرة الطائرة من وضع الجلوس معسكره التدريب الثاني في مدينة الناصرية لمدة 10 أيام استعدادا لبطولة العالم التي ستجري في هولندا تموز المقبل. بدأ المعسكر التدريبي الداخلي الثاني في محافظة ذي قار اللي يستمر 10 أيام. حقيقة معسكر سابق يسبق هذا المعسكر كان هو معسكر في محافظة ميسان اللي استمر أيضا 10 أيام. الغرض من المعسكرين هو الاستعداد لنهاية كأس العالم التي ستقام في هولندا تموز المقبل. تم استدعاء حقيقة 14 لاعب من أجل اختيار 12 لاعب لتمثيل المنتخب الوطني في كأس العالم في هولندا. ورغم أن التأهل لهذا الاستحقاق يعد إنجازا لوحده لهذا المنتخب، لكنه رغم ذلك لم يرى دعما واضحا من الجهات المعنية يمكن معه أن يجاري المنتخبات المشاركة والتي تستعد بطريقة أخرى لمثل هذه الاستحقاقات. كأس العالم التأهل إليه هو إنجاز بحد ذاته، ولكن نحن نطمح أن نحقق نتيجة نرفع بها اسم العراق، وهذا دليل واضح. جاي يشوف اللاعبين أنهم داخلين بروحية التدريب، جاي يشوفهم بروحية قتالية طبعا وبروحية عالية. ورغم كل هذه الظروف المحيطة يحرص لاعبو المنتخب الوطني للكرة الطائرة من وضع الجلوس على الحضور وأداء الوحدات التدريبية، يحاولون معها إضافة إنجاز جديد لإنجازاتهم السابقة. عندنا إنجازات هواي، بطولات حصلنا على ثاني آسيا وثالث مرتين على التوالي، ولكن رغم هذه البطولات ورغم كل هذا الموجود نعاني من الدعم المادي والدعم المعنوي من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ومن كل المسؤولين بالعراق. نطلب من اللجنة الأولمبية الخارجية معسكرات خارجية عمود يسير تهي إلى كأس العالم. بعد العمارة الناصرية محطة ثانية في رحلة منتخب الطائرة الاستعدادية لاستحقاق أمستردام المقبل، والذي على ما يبدو سيكون صعبا في ظل فقر الإمكانيات وغياب الدعم. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة. نتمنى أن يحظى هذا المنتخب والمنتخبات الأخرى لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدعم والاهتمام المطلوب لأنها تحقق الكثير والمتميز دائما من النتائج للرياضة العراقية. رد الاتحاد العراقي لكرة القدم الطعون التي تقدم بها مرشحون تم رفض طلباتهم للمشاركة في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل في بغداد لعدم استيفائهم للشروط القانونية وفق بيان للجنة الاستئناف للانتخابات. وقررت لجنة الاستئناف رد الطعون التي تقدم بها كل من محمد ناصر الموسوي ووليد الزيدي وعدنان درجال ونعيم صدام وباقر حميد، وقبلت فقط الطعن المقدم من غالب الزاملي. من جهته أكد نجم الكرة السابق عدنان درجال المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة أنه كان متأكدا من عدم قبول الطعن الذي قدمه للجنة الاستئناف، مشيرا إلى أنه سيكمل في الأسبوع المقبل كافة الترتيبات الخاصة بتقديم الشكوى إلى محكمة كاس الدولية والتي لجأ إليها في ظل المخالفات القانونية التي ارتكبها الاتحاد الحالي في النظام الداخلي على حد قوله. والحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضيف في هذه الحلقة من بغداد الصحفي والإعلام الرياضي الزميل حسين الذكر، ومن بغداد أيضا استضيف اللاعب الدولي وعضو اتحاد الكرة السابق الكابتن نعيم صدام. وأبدأ مع الزميل حسين ذكر. أستاذ حسين، أهلا بك في استوديو الرياضة. كيف تنظر لما يدور في الوسط الرياضي حول موضوع انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل مشاهديكم الكرام وللعزيز نعيم صدام. الحقيقة يعني نتائج الاستفتاء ليس بعيدة عن توقعات الشارع والجماهير والإعلام الرياضي وحتى أصحاب الشأن سواء الأخوة في اتحاد كرة القدم أو المعترضين بأن النتائج ستكون محدودة جدا، وبالتالي التغيير جزئي جدا، إذ قبل كما هو متوقع
تم عبور والسماح للسيد غالب الزاملي ممثل نادي الشرطة باعتبار نادي الشرطة نادي كبير وجماهيري، وبالتأكيد هنالك الكثير من المواصفات التي يمكن من خلالها أن يعبر إلى الضفة الأخرى ويمضي بالانتخابات، ولكن تم إبعاد 6 مرشحين. المفاجأة كانت كذلك بإبعاد بالنسبة لنا إبعاد السيد عصام الدخيل ممثل نادي الرمادي الذي تم عبوره من اللجنة المشرفة للانتخابات وتم رده من قبل لجنة الاستئناف. بصراحة يعني الواقع الانتخابي الواقع العراقي عام باعتبار الرياضة وكرة القدم لا تعيش بعرش بعيد عن دولة العراق وشعب العراق ومجتمع العراق، وبالتالي هي جزء من مؤسسة الدولة التي يرفع الآن الجميع في ظل الانتخابات النيابية المقبلة والحكومة المقبلة وكذلك الاتحادات والحراك الذي يحدث باللجنة الأولمبية، شعارين رئيسيين الأول بالتغيير وتصحيح المسار. وبالتالي الرياضة جزء من ضمن هذا الشعارات اللي هي ننادي ونطالب بالتغيير وضرورة الإصلاح باعتبار الكرة العراقية لا يختلف الجميع على أنها عليلة ومريضة بشؤون شتى، بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الأخوة في اتحاد كرة القدم أو الأندية أو اللاعبين والمدربين، ولكن مع ذلك كرة القدم العراقية تعاني الكثير، ونعتقد أن التصحيح يجب أن يكون بالتغيير بالشكل والمضمون ليس من خلال المسميات فقط، المسميات والشخوص محترمون سواء الأخوة في اتحاد عبد الخالق أو السيد ناجح أو حسين سعيد أو القادمين، ولكن يجب أن يأتي التغيير عبر صناديق الاقتراع وأن يتاح المجال لدخول النجوم وأن يكون هنالك تلاقح بالأفكار الجديدة بالأسماء الجديدة بالخبرات والتجارب الجديدة، وأن يضم الطيف الأوسع للكرة العراقية، وبالتالي كي يكون مدعوم من قبل الجماهير ومن قبل الإعلام. تعلمون قبل 6 أشهر حينما خرجت الجماهير العراقية بمظاهرات واسعة من أجل التغيير، وإن كان تم الإطاحة بالسيد راضي شنيشل بوسيلة لتخفيف وامتصاص نقبة الجمهور كقربان لهذه الفورة، لكنه صار قربانا لهذه الثورة التي أخمدت، دلالة على أن الشارع والجماهير هي لم تكن راضية عن الأداء العام للرياضة بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة. وبالتالي نعتقد أنه ضرورة كان يفترض أن يسمح، لا سيما وأن العدد الباقي هم 7 أعضاء فقط، وبالتالي لا يشكلون خطرا على أحد ولا يشكلون مخالفة جنائية أو مخالفة إدارية. كان المفروض أن يمروا هؤلاء ويدخلوا الانتخابات بشكل شفاف ديمقراطي. الغاية والهدف الأسمى هو تطوير كرة القدم وخدمة الرياضة العراقية، ومن يأتي بالفوز عبر الانتخابات سيكون هو المدعوم وهو الأحق بتولي الحقبة. طيب انتقل الى الكابتن نعيم صدام اللي ارحب به من جديد. كابتن نعيم اهلا بك في استوديو الرياضه. هل كنت تتوقع رفض الطعن المقدم من قبلكم الى لجنه الاستئناف والطعون في اتحاد الكره؟ نعم استاذ حسام، تحيه لك ولا مشاهدي الحر العراق. حقيقه استاذ حسام احنا الكل متوقع كانه نقول مساله الرفض، وحتى في تقديمنا للجنة المشرفة ما طرح من اللجنة المشرفة يأكد الإخوان اللي موجودين بلجنة الاستئناف، الكل يعرف أنه هاي اللجنة اللي شكلت بشكل غير قانوني من قبل الإخوان بالاتحاد وفصلت النظام الأساس واللوائح القانونية على مقاساتها. نعم. الكل يعرفها. بالنسبة لي أنا حقيقة متوقع، لأنه أعرف أنه الإخوان اللي تواجدوا في اللجنة المشرفة ولجنة الاستئناف هم أدوات بيد الإخوان اللي أعضاء الهيئة الإدارية بالاتحاد العراقي لكرة القدم، وهذا ما أكد من خلال استقالة أكثر من عضو سواء في اللجنة المشرفة أو لجنة الاستئناف. وهذا الموضوع مو غريب عن الشارع الرياضي ولا بعيد عن أغلب الناس المتابعين للشأن الرياضي، أنه كل الأمور وضعت وحددت مقاساتها من قبل الإخوان في أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد كرة القدم. فمسألة إبعادي وإقصائي أو النجوم الآخرين أو الكفاءات الأخرى مسألة متوقعة جدا في هذا الموضوع يعني. طيب بعد ما رفضت الطعون شنو اللي راح يصير وانتم شو راح تسوون يعني؟ هل هناك اعتراضات أخرى؟ هل هناك لجوء إلى يعني جهات أخرى؟ نعم، مخالفات واضحة وكبيرة جدا قدمناها للجنة الطعون، واحنا كنا واثقين انه لجنه الطعون مو هي اللجنه المهنيه اللي يجب ان تكون وممكن بيتها قرار. انا هذا واثقين منه، لذلك ان شاء الله ساعين بالخطوات الاخرى انه نذهب الى
وما نتمنى وما تمنينا نوصل لهذه المراحل. تمنينا على الاخوان انه يفسحون المجال للجميع، مو فقط للاعبين الدوليين، لا، كثير من الكفاءات اللي حقيقه اللي كانت بامكانها ان تكون عامل مساعد للاخوان بالاتحاد ويساهمون في تطوير كره القدم العراقيه. ما ذاهبين بكل تاكيد لمراحل ابعد مما وصلنا الان. راح نذهب للاتحاد الدولي، نذهب لمحكمة الكأس بكل تأكيد، مو فقط لأنه مسألة أشخاص إطلاقا، مسألة تصحيح مسار أو تصحيح أمور غير حقيقية وغير صحيحة اللي استعملوه الإخوان في توصيف الهيئة العامة في وضع اللوائح الغير، نقول غير مفيدة أو غير بها مصلحة لكرة القدم العراقية، فقط محددة على أشخاص ممكن يكونون 13 أو 14 شخص مفصلة قبل يمكن حتى لا تشكل اللجنة في 7/3. فهذا الموضوع ماشيين به إن شاء الله إلى محكمة كأس أو إلى محكمة الاتحاد الدولي. ويعني تعتقد انه راح يكون يعني استجابه سريعه مثلا من محكمه كاس او الجهات المعنيه الاخرى؟ استاذ حسام، الخروقات واضحه وكبيره جدا، يعني الكل يعرف والمتابعين يعرفون انه هم الاخوان ايضا الموجودين الان بالاتحاد يعرفون ليش الغيت الانتخابات الدوره الماضيه، على سبب بسيط جدا انه كانت هناك مخالفه بسيطه وهي انه قبول 4 أعضاء في اليوم. لابد انه اللي موجود في النظام الداخلي لازم تمر عليه 24 ساعه حتى ممكن يحق له الترشيح والتصويت. على هذه الماده فقط الغيت الانتخابات في الاتحاد السابق. طيب. ولابد انه اشعار جمع الاتحاد الدولي وانه تقيم انتخابات اخرى، والان نشوف الخروقات الكبيره اللي موجوده في النظام الداخلي. ابسط يمكن واحد من الخروقات انه اللجنه المشرفه اللي يجب ان تشكل قبل 6 أشهر حتى تشرف على الانتخابات الاتحادات الفرعيه والهيئات. هذا ما ذكر في اغلب الدوليين والحكام في اغلب الاعتراضات اللي حضرتك يعني قدمتها وزملائك. خلينا ناخذها بالتفاصيل بعد ما نروح الفاصل كابتن نعيم. خلينا نروح الفاصل وناخذها بالتفاصيل هذا الحديث ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين، مشوارنا مستمر معكم في استوديو الرياضه، فاصل ونعود لتكمله المشوار بقناة. اهلا بكم من جديد، والجزء الثالث من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه. مره اخرى اعزائي المشاهدين، ارحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقه من بغداد، الكابتن نعيم صدام والزميل حسين الذكر. وأعود إلى الكابتن نعيم حتى نكمل الموضوع اللي كنت تتحدث به حول يعني ما الإجراءات التي ستتخذ بعد هذا الرفض للطعون. نعم، قلت أستاذ حسام أنه ذاهبين إن شاء الله إلى محكمة الكأس على أنه نقدم المخالفات الكبيرة والكثيرة اللي أجريت في ظل قبول وترشيحات وايضا في النظام الداخلي وعدم او اللوائح او عدم تطبيقها. وانا ايضا اكثر الناس ثبتت وتحدثت بالاعلام انه عدم تصديقنا كهيئه عامه اللوائح الانتخابيه. لم تقرا هذه اللوائح اللي الان معمول بها في او مصادقه الهيئه العامه على هذه اللوائح، كتبت من قبل الاخوان وفصلت على مقاساتهم، مساله التثنيه ومسألة كثير من الامور اللي فصلت على مقاساتهم، حقيقه ما كانت موجوده او مصادقه من قبل الهيئه العامه. طيب، انتقل الى الزميل حسين الذكر. استاذ حسين، يعني انت بعد كم يوم راح تقدم كتابك الجديد لو تحكي لنا عنه، هو اللي سميته انت فضائح الديمقراطيه، هل تقصد به ايضا الوسط الرياضي لو تتكلم بشكل عام؟
نعم طبعا فضائح الديمقراطية هو كتاب جديد، هو الكتاب السادس لي إن شاء الله، وهو يعبر عن مرحلة ما بعد التغيير. إذ كنا يعني بعد الانتهاء من حقبة النظام الشمولي كانت الجماهير العراقية تنتظر بأمل كبير فلسفة النظام الديمقراطي وما هي الخيرات التي ستنعكس على المجتمع العراقي، وإذا بنا نغرق بأزمة يعني أزمة خدمات، أزمة أمن، أزمة علاقات، وحتى أزمة ربما يعني أخلاقية. الكثير من الظواهر التي كانت غير موجودة وظهرت فجأة على الشارع والمجتمع العراقي، وأغلبها ظواهر ربما شكلت أزمات للمجتمع وتكاد تكون سلبية، وبالتالي كانت مفاجأة كبيرة أن تقام هذه سميتها الفضائح كي أجلب النظر من قبل المعنيين، تطرقت للرياضة ومنظمات المجتمع المدني والغيره. الحقيقة يعني هي ضمنا الرياضة في إحدى الأعمدة، نعم هنالك تطرق إلى الرياضة، الرياضة جزء من المعاناة العراقية، وبالتالي مثل ما يشوب المنظومة العراقية الخلل بالتأكيد مفاصل الرياضة موجودة بها، وبالتالي أتمنى أن يكون هذا الكتاب يعني صرخة عراقية تمثل مداة قلم عراقي طيب. أصيل يمثل الواقع، صرخة الواقع. نحن نهنيك نعم. بصدور كتبك هاي الأخيرة ونتمنى لك التوفيق، بس أنا شفت واحدة منهم بها صورة كاظم الربيعي، حياك الله. يعني شنو؟ لأنه صديقك له قصة عليه جانت هذه. لا هذا كنا بصراحة احنا كنا حاضرين أنا والدكتور قاسم لزام تحياتي له محمد، والدكتور كاظم الربيعي تحياتنا له. كنا في دعوة من كريمة من قبل الأخوة في الاتحاد الفرعي لمحافظة الناصرية، كانت هنالك دورة وحضرنا 3 أيام وطلعنا على معالم مدينة الناصرية والأهوار والملاعب والواقع الرياضي، وبالتالي حولنا هذه السمك والأهوار وغيرها حولتها إلى عمود ركزت به على السلبيات طيب. وكذلك على يعني هل تجد الكرم ومحبة أهالي هذا المنطقة. هل تجد هناك مثلبة نعم. في يعني أنه العملية الديمقراطية بالرياضة تمشي لو ما تمشي، لو متعلمين على التعيين لازم فلان هنا وفلان هناك يلا تمشي الأمور، يعني هل الديمقراطية أجت بناس يعني ما يستحقوا المكانات اللي هم بيها؟ يعني قبل حوالي أعود لك شوية إلى التاريخ، قبل حوالي 6 سنوات أو 7 أجريت انتخابات ممثل مدربي كرة القدم في اتحاد كرة القدم السابق في زمن الأستاذ ناجي حمود في فندق السدير، وقد فاز بها الكابتن العزيز ناظم شاكر، ومن ضمن المتقدمين كان الدكتور كاظم الربيعي وكذلك راضي شنيشل، وقد فاز ناظم شاكر في حينها. فحينما خرجنا صرح الكابتن راضي شنيشل قال لبعض الإعلاميين وأنا كنت معهم، قال لا تعتقدوا ولا تتوقعوا أن العملية الانتخابية والديمقراطية في ظل الأجواء وفي ظل البيئة الحالية وفي ظل غياب المركزية أن تأتي بالشخص المناسب بالمكان المناسب، وإنما هي الآن مهيئة كثيرا إلى الذي يمتلك القوة والعلاقات وقدر كبير مما يخالف ربما القواعد المجتمعية العامة، لا أريد أسمي أكثر من ذلك، القواعد المجتمعية العامة طيب. التي ألفها الشعب نعم. العراقي، وبالتالي هنالك لجوء إلى مصادر أخرى غير المصادر المتعارف عليها. نعم أعود إلى الكابتن نعيم. أستاذ نعيم، هل هناك تنسيق بينكم أنتم الجهات والمعترضين على الانتخابات أو المرشحين اللي رفضت ترشيحاتكم، هل هناك تنسيق مع الكابتن عدنان درجال اللي هو مرشح على الرئاسة؟ نعم استاذ حسام، بالبدايه خلينا اقدم تحيه للاستاذ حسين الذكر ومناسب الصدور، وحقيقه ما الان عرفت انه ضيفك على الهاتف، فتحيات للاستاذ حسين وان شاء الله الموفقيه بكتاب المقبل. اما عن قضيه التنسيق، حقيقه كان ما كان تنسيق في البدايه، مجرد انه تقديم الطلب للإخوان بالاتحاد على أنه قبول ترشيحات، لكن بعد الرفض صار هناك اتصالات بين الكابتن عدنان درجال وبيني وبين ولد الزيدي أستاذ وليد وأغلب الأخوة المتواجدين، حتى الأخ غالب الزاملي، لكن بعد قبول الطعن ما أعرف شنو المستجدات اللي ممكن، كان هناك خطوات حتى بالاتجاه كيف ممكن راح تكون الخطوات الأخرى اللي تتبع خطوات الرفض اللي كنا كل متوقعها، مسألة الطعن أنه راح ترفض، لأنه نعرف أنه الإخوان اللي موجودين في لجنة الاستئناف هم مو أهل اختصاص، هم أصلا مو
مو هذا المجال، مجرد موجودين لتأدية واجب كلف من قبل الإخوان بالهيئة العامة. فبكل تأكيد هناك تنسيق الآن، أصبح اجتماعات كثيرة وكبيرة، وندرس كل الخطوات اللي ممكن راح نتخذها للمستقبل إن شاء الله. اليوم أيضا كان هناك نشر لوثائق يعني أسباب رد الطعون، تفاصيلها نشرت اليوم في وسائل الإعلام. يعني كانت هناك تبريرات للجنة الطعون والاستئناف ليش أنه رفضت هذه الطعون، ويعني الحديث يحمل المعترضين أنه عدم دراية كأنما بالتوصيات أو بالتعليمات الخاصة بالانتخابات. هل تعتقد أن هناك يعني شيء مبهم في هذا الموضوع، ولذلك أنتم مثلا يعني ما قدرتوا تضمون المتطلبات شنو، ولذلك رفضت طلباتكم بالتثنيات أو التزكيات شي يسموها ما أعرف؟ لا لا بالعكس اطلاقا. احنا قلت لك استاذ حسام، الاخوان خلوا اللوائح او النظام الداخلي منفصل على مقاساتهم، وهناك مواضيع قابله للتفسير. احنا حقيقه كنا نتامل انه الناس اللي موجودين ذو اختصاص حتى ممكن يفسروها، فسروها بالمكان الضيق. يعني خليني اجي وياك على الماده 10 اللي تقول اعضاء الاتحاد هم كل المستوى الاول، الانديه المستوى الاول، بالاضافه الى المناطق المناطقيه، هنا مقسمه ايضا مناطقيه، وهذا ما لا يرضاه الاتحاد الدولي. يعني مناطق بغداد كل الفرق المشاركه على المستوى الاول او المستوى الثاني، نقدر نقول المستوى الاول النخبه، المستوى الثاني اللي هو الدرجه الاولى، المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشماليه ومنطقه الفرات الاوسط ومنطقه بغداد، بالاضافه الى اللاعبين الدوليين، روابط الحكام والمدربين، كل هؤلاء هم اعضاء الاتحاد بالعضوية الاتحاد. تروح للمادة 33 تقول لكل عضو، هنا لكل عضو، العضو وين هنا موجود؟ بالمادة 10 احنا كأعضاء كلاعب دولي، انا قدمت على اساس انه لاعب دولي، جبت ينص على انه انت تجيب ترشيحين من أندية اللي هم ايضا موجودين في المادة 10، كل الأندية اللي شاركت بنشاطات الاتحاد للآخر موسم. جبنا اثنين تفسيرهم الاخوان اللي هم انا اعتقد هم اغلبهم مو قانونيين ومو اختصاص، انا قلت وارجع اقول هم اداه لتوصيل ما يريدون الاخوان بالهيئه الاداريه، فسروا هم في الماده 22 فقط اللي يشاركون المستوى الاول، ومقسميها اثنين من الشمال واثنين من الجنوب واثنين الفرات الاوسط كانديه، ومنطين لاعب فقط لرابطه اللاعبين الدوليين وكذلك الحكام والمدربين. هنا نحن عولنا على انه ناس اختصاص يفسرون هذا الموضوع، رغم انه حاولوا يضيقوا، لكن احنا نعرف عكس ما تحدثوا به احنا ما نعرف، لا احنا واثقين وناس اخصائيين بهذا الموضوع على انه العضو يحق له الترشيح. هنا ما قلت انا كعضو يحق للتصويت. نعم. انا كنعيم صدام انا قدمت على انه يحق للترشيح في الماده 33 اللي تحق لي كعضو اجيب ترشيحين من ناديين واقدم اوراقي على انه مرشح فقط لا اصوت. انتم بالماده 22 تقولون يحق للتصويت والترشيح العضو. انا عضو يحق للترشيح لكن ما يحق للتصويت في الماده 22 اللي تقول تنص على انه التصنيفات اللي وضعت من قبل الاخوان بالاتحاد. كابتن نعيم هاي ما كانت موجوده قبل بالاتحاد اللي كنت فيه؟ هاي ما كانت موجوده يعني هاي التعليمات والشغلات؟ ابدا ما موجوده هذه التفسيرات، لان هم قاعد يحملوكم هسه يقولون نفس الاتحاد اللي كان بين نعيم صدام سابقا هو اللي اسس لمثل هذه المفاهيم في الانتخابات والهيئه العامه وقدروها تقدر عليهم من بدايه دائما الاتحاد الانتخاب دائما ما يتحدثون، لانه فقط نعيم صدام يتحدث بالاعلام يقولون نعيم في الاتحاد السابق ما كان. لا انا عندي الوثائق والدلائل اللي مقدمها للاتحاد. نعم. على انه في مسألتين مهمه جدا اللي كل الوسط الرياضي يشكل عليها، مساله انه توسيع الهيئه العامه ومساله رئاسه اللجان. يعني انا اكثر من مقترح، من كنت عضو هيئه عامه، لا انا مو عضو هيئه عامه، من كنت عضو هيئه عامه بالاتحاد وكنت عضو اتحاد ايضا، مقترحاتي واضحه جدا انه مساله توسيع الهيئه العامه، واعتقد صار اجتماع الاول الكل يعرف ب 2015 قدمت المقترح في مساله توسيع الهيئه العامه وانطبع مسوده النظام الداخلي وتوسعت الهيئه العامه وصلت الى 125. نعم.
لكن الاخوان بعثوا بها الاتحاد ورجعونا بمسوده اخرى انه الاتحاد الدولي ما يقبل على مساله التوسيع بهذا العدد اللي 125، رجعونا ب 51 بتقليص من 75 الى 51. وهذه كل ما نسالهم كيف صارت يقولون لنا بين المراسلات بين الاتحاد وبين الاتحاد الدولي، وهاي مخفيه، كل هذه المراسلات مخفيه على الشارع الرياضي وعلى اغلب الهيئه العامه. طيب. اما مساله انه دائما ما يقولون نعيم ليش ما؟ لا، انا تحدثت وعدي الوثائق اللي قدمتها في كل المؤتمرات اللي موجوده اللي عقدها الاتحاد. نعم، خلي اروح الفاصل الاخير اعزائي المشاهدين وبعده نواصل مشوار هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، والجزء الرابع والاخير من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياض. قبل ما اعاود حديثي مع ضيوفي الكرام في البرنامج، اود ان انوه اعزائي المشاهدين إلى أنه حاولنا نحصل على ضيف من اتحاد الكرة، ولكن دون جدوى تصنب العديد من الأخوان أعضاء الاتحاد ما كان اكو جواب، ما أريد أذكر الأسماء. وأيضا قاعد نتصل بالكابتن عدنان درجال المتواجد في بغداد، على الأقل نتحدث وياه بالهاتف، البارحة كان حاضر في مباراة الزوراء والمنام البحريني، واليوم أيضا هو موجود في مباراة المالكية والقوة الجوية في كربلاء، ما قاعد يجاوب، ما أدري، اثنين زعلانين، يعني هذا دليل على أنه إحنا لا نميل إلى طرف على حساب آخر، نميل فقط للحقيقة، والحقيقة هذه تدعونا أيضا إلى أن نضامن مع كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين، ولا نقبل بهذه الدعاوى أو القضايا التي ترفع في المحاكم على هذا الطرف أو ذاك، يعني بحدود المهنية، لأنه من الإعلام إلى حق أنه يوجه النقد، والنقد المهني الصحيح. يعني إذا تستمر هذه الدعاوي ما أعرف شنو رأي الزميل حسين الذكر، أنت يعني قريب من الوسط وسمعت بما يعني صدر بخصوص الزميل جعفر العلوشي وطلال العامري وصحيفة رياضة وشباب. نعم، يعني من أهم سمات النظام الديمقراطي هو يعني حرية وسائل الإعلام. هاي شو تريد هم جبت لك يا ديمقراطي على الكتاب مالك، هاي جت عدلة يلا. وبالتالي يعني إذا أي مؤسسة من المؤسسات يعني خنقت أو كتمت يعني مجال النقد ونقل الأخبار والمتابعة، وبالتالي يعني أعتقد سوف تفقد هذه السمة وستصبح نشاز عن المجتمع وعن المنظومة. أعتقد يعني من حق الاتحاد وأي مؤسسة أخرى أولا أن ينظم عمله، واثنين أن يحمي نفسه كذوات وكأشخاص. يعني هو المتابعة والنقد هو سمات التقييم والتقويم، وضرورة أن يكون هنالك تواصل. إحنا الصحفيين باعتبارنا يعني وسائل الإعلام نعتبر مقر اتحاد كرة القدم هو قلبنا النابض، وهو بيتنا الذي نلتجئ إليه ونتواجد به بشكل دائم، ويجب أن تكون العلاقة ودية. والحقيقة هو فعلا يعني أنا واحد من كثير من الصحفيين والإعلاميين، يعني بيت الاتحاد مفتوح لنا ويستقبلون الأخوة يعني بالأحضار، بالرغم من انتقاداتنا الشديدة، بالرغم من اختلافات وجهات النظر، ولكن أنا يعني هذه الشكوى على بعض الزملاء، وإن ربما بعض الزملاء يعني ربما تجاوز الخطوط الحمراء أو كان لاذعا بالقساوة، لكن الاتحاد يعني خلال مسيرتنا الاتحادية منذ 15 سنة لم يعني نألف هكذا قضية أن تقام قضية ضد صحفي وإعلامي هو يمثل جزء لامع. يعني الأخوة التي ذكرتهم طلال عامري والعلوشي وعلي نوري يعني أقلام فاعلة بالوسط الرياضي. نعم. ومساندين للرياضة وأعلام بوسطنا، وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه هذه إجراءات احترازية انتخابية وليس هي قضايا عقابية. يعني أنا أعتقد يجب أن يكون الموضوع متوازن. يعني شو يخوفون الصحفيين أستاذ حسين؟
هناك من يرى انه الاتحادي الذي خوف الصحفيين، ايضا هناك فاتني اذكر اسم الزميل علي نوري ايضا في هذا الموضوع، يعني هناك من يرى انه من حق الاعلام، من حق الاعلام، ونحن ايضا نعتقد هذا من حقه ان ينتقد اي ظاهره سلبيه، ولكن الاتحاد واخرين ايضا ليسوا يعني يقول لك انت انتقد بس لا قدح ولا ذم ولا شتم، وايضا احنا نرفض التجريح في العديد من يعني بالانتقادات، يعني خلي الانتقاد المهني لهذا، بس يعني ما توصل الى حد انه كسر العظم بين الطرفين، وليعلم الجميع انه لولا الصحافه والاعلام لا اتحاد القدم احد يعرفه ولا اللجنه ولا المنتخبات ولا حتى اولئك النجوم اللي وصلوا وصاروا نجوم، الاعلام هو اللي سواهم ترى، يعني بالاعلام وبدون اظهار للنتائج وللانجازات، يعني الاعلام شريك في كل شيء، في كل انجاز رياضي هو اكيد، يعني خلينا نشوف راي كابتن نعيم صدام في هذا الموضوع. نعم كابتن نعيم. بكل تاكيد انا اكد على هذا الموضوع، مساله كل الاعلام لو نشاهد كل القنوات كل الاعلام كل الشارع الرياضي المتابعين الكل غير راضي عن مساله اداره ملف الانتخابات او ملف اتحاد كره القدم، الكل يعرف انه هذا الموضوع، لذلك الاخوان بالاتحاد شوف الان اصبحوا يعلنون انه هناك دعاوى على كثير من الناس اللي ابدت رايها بمساله عدم اداره الملف بالشكل الصحيح، ملف الانتخابات، فتح لجان اللي شكلت، كثير من الامور، فهذا اعتقد الموضوع مو بالاتجاه الصحيح، تمنينا من الاخوان انه تكون ابوابهم مفتوحه للجميع، انه حتى الاعلاميين، وشفنا بالمده الاخيره انه اصدروا قرار يمكن يوم او يومين للاعلام انه يدخلون للاتحاد، واعتقد هذا الموضوع مثل ما تحدثت انه الاعلام هو شريك وشريك مهم جدا في ايصال رساله عما انجازات الاتحاد او عمله وتقييم عمله، واعتقد انه النقد بالتالي راح يكون بالاتجاه اللي ممكن يقوم الاخطاء اللي كابتن نعيم الاخوان ايضا بالتحاد. بس خليني اشير النقطه، اشير نقطه مهمه، يعني لكل دائره ولكل مؤسسه ايضا يعني خصوصيته وهذا، ولذلك الاخوان زملاء الاعلاميين ايضا لازم يتعاملون مهنيه مع هذا الموضوع، المشكله انه ايضا يعني هناك يعني هي مو فوضى، وانما ما اعرف يعني حتى يعني وسائل التواصل الاجتماعي لها مندوبين قاموا يطبون بالاتحادات بالهذا، يجب ان تكون هناك ضوابط محدده وتنظيم الرائد العملي، ولا يحسب هذا على ذاك، هاي مساله التنظيم شيل كابتن نعيم، يعني احنا ضد التهويل، ضد التهويل، ضد بس ضد الوقت يعني الوقت اللي اختاره الاخوان للاتحاد وقت غير مناسب انا اعتقد، يعني المسألة التنظيمية واردة ومطلوبة بكل مؤسسات الرياضة، لكن الوقت اللي اختاره الاتحاد في ظل يعني عملية غير صحيحة، أنا أعتقد في كل مكان الانتخابات تجري بسلاسة، انتخابات اتحاد القدم، انتخابات الأولمبية، حتى الانتخابات السياسية، يعني ليش احنا من دون العالم نختلف كل شيء، يعني معقولة هالضجة وهالهوسة وهال يعني هالتهويل الإعلامي الأكثر من اللازم، يعني هالشحن هذا، يعني ما أعرف شنو السر من وراءه، يعني أنا السؤال نفسه أطرحه بصيغة أخرى. نعم. أنا أقول للإخوان الاتحاد ليش أنتم هالتضييق على المسألة غلق المجال أمام الكفاءات، أمام الناس اللي ممكن يكونون خير عون لكم، ليش هالانتقادات الكبيرة مو، وأنا الأغلبية أغلب الفضائيات أغلب الإخوان بالإعلام أغلب الناس هي وإن كانت تميل للحيادية لكن من حقها أنه تنتقد الأمور السلبية، أكيد. وأنا أعتقد السلبية واضحة جدا في مسألة إدارة هذا الملف والكل أجمع عليه كإعلام، خليني ما أقول 100%، خليني أقول النسبة الأكبر مجمع على أنه هذا الملف يدار بالشكل غير اللي يتمنوه الشارع الرياضي أو الناس المتابعين، الكل مجمع على هذا الموضوع. طيب. شنو السبب اللي يخلي الأخوان بالاتحاد يصرون على أنه يدار الملف بهذه نقول العين الضيقة أو المساحة الضيقة؟ يجب أن يدار بطريقة أخرى. أزمة. خلي أشوف رأي أستاذ حسين. كثير من الكفاءات اللي ممكن تكون موجودة بالاتحاد. نتمنى تكون الكفاءات حاضرة، ونتمنى أن يكون الباب مفتوح الكل تساهم في يعني مسيرة كرة القدم المقبلة، لا يجب أن تكون مقتصرة على ناس دون غيرهم. الكلمة الأخيرة الزميل حسين، دقيقة عندك، هل تعتقد أين يعني ما شكل النهاية لانتخابات الكرة، كيف سيكون الوضع بدقيقة؟
نعم، أنا لا أشكل على إجراءات اللجنة المشرفة ولجنة الطعون، أنا أعتبرها يعني عملت في الظروف الصعبة والمعقدة، ولكنها محكومة بلوائح وتعليمات أقرتها الهيئة العامة. للأسف اللوم يقع على الهيئة العامة التي خنقت نفسها وخلقت فرص التغيير. لكم اتحاد كرة القدم حالهم حال كل بقية المؤسسات، يحاولون قدر الإمكان بس خلي أكمل دقيقة راحت بس خلي أكمل استاذ حسين، الوقت انتهى، بس لو تسمح لي الكلمة الأخيرة راح أقول لك بيها. كابتن نعيم والهيئة العامة يقولون إحنا ما مصادقين على هذا الموضوع اللي صار، يعني إن شاء الله يعني ما صادقوا لا على هاي الجان اللي صارت ولا على اللوائح ولا على أي شيء. إن شاء الله تكون لنا حلقة وياكم مقبلة ونتكلم بها بعد بمواضيع أوسع. انتخابات تصير الإخوان باللجنة المشرفة. إذن إن شاء الله يعني نتمنى أنه الحلقة الجاية يكون يانا أحد أعضاء الاتحاد. وأتوجه بالشكر الجزيل أعزائي المشاهدين لضيفي الكريمين في هذه الحلقة، الزميل حسين الذكر والكابتن نعيم صدام، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. وأنتم أعزائي المشاهدين، لكم مني ومن أسرة البرنامج المخرجة إيمان محمود والمنفذ محمد حسين وهاشم العيفاري في المونتاج الإلكتروني أجمل تحية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.